الشرطة الإسرائيلية فرضت هذا الأحد قيودا على دخول الفلسطينيين إلى البلدة القديمة في القدس، ولا يسمح الدخول إلا لمن يسكن فيها، في حين لم تفرض أي قيود على حركة المستوطنين والسياح. يأتي هذا بعد أن قتل شاب فلسطيني من رام الله مستوطنين وجرح 2 آخرين في عملية طعن مساء السبت في شارع الوادي المؤدي إلى المسجد الأقصى. عشان عندهم عيات وانهم بدهم صلاة، عندهم انهم بدهم ينزلوا على الصلاة وبدر عند دار اهلي ومش راضيين يخشوني عشان سكان عناتة تحت السلام. هويتي ساكنة بعناتة، هويتي مسجلة بعناتة. لم يسمحوا لي بالدخول لأن هناك الكثير من المشاكل هنا في القدس، وذلك بسبب الوضع الأمني. هم لا يسمحون لنا الآن أن ندخل إلى البلدة القديمة. فجر هذا الأحد قتل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية بعد اشتباك مع مستوطن بمنطقة المسرارة. تشهد القدس الغربية منذ منتصف أيلول سبتمبر مواجهات متكررة بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، خصوصا بسبب إصرار بعض المتشددين اليهود على الصلاة داخل المسجد الأقصى.